الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس ورغي الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه والامل عجباني ياللي ما عند أيامك عجباني ياللي ما عند أيامك كل الجراح كل الجراح كل الجراح وتلعبي آلامك ومصدقة إن الدنيا قدامك مهما داقت والليالي عتمت صبرا كأن الصبر خدامك صبرا كأن الصبر خدامك ومين ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي صبرا وصبرك ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي وكأنه ساكن ضحكة شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي كأنه ساكن ضحكة شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي صدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس وقول الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه جوز غراب لعرة لخيخة أيوة هو قال عليكي كده لكتع لعرة جايب اللوم عليا ماشي 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 إيه لازم له صرفة بقى خطر علينا خطر ايه يا شيخة؟ ما تسيبي الراجل في حاله بقى كفاية اللي هو فيه عشان اللي هو فيه ما ينفعش نسيبه في حاله انت اصلك مش شايفاه دول جايبين له عكاز يتحرك به وهو كرسي بعجل ده خلص خالص يا ولدها خلص ما عدلوش منفعة ولو فضل هيضرنا هتعملوا ايه بقى فالحة؟ هترمي له وشر موز ولا تبرطيها له في طريق تزحلق؟ اسكت انت اسكت انا
ما يحصل هتعرف. افضلي انت غلي مع نفسك كده لغايه ما يطق لك عرق واخلص. ماشي ماشي. انا برضو مش هسيب حق صباح القانون. سيبك من القانون والكلام ده يا استاذ، احنا هنا القانون، قضينا وحكمنا والحكم هو بيتنفذ في وقته. ايوه بس الاتنين دول غير امناء علينا ولا على النشأ اللي بيربوهم اذا كان في الجامع او في المدرسه. في دي عندك حق، وانا هتصرف فيها. هتتصرف فيها ازاي يا همام؟ مبدئيا محمد ما ينفعش يبقى امام الجامع ولا حتى يتوصف بكلمه شيخ. يعني هتمنعه بجد من دخول الجامع زي ما قلت له في الجامع؟ هو اتمنع خلاص. ازاي يا همام؟ انت عايز تمنع واحد يصلي في بيت ربنا؟ ما ينفعش. انا ما قلتش اني همنعه من انه يصلي، لا، يصلي زي ما هو عاوز مطرح ما هو عايز، بس ولا يئم ناس ولا يستشيخ عليهم. وفتح يا همام، فتح ده ناظر المدرسة الوحيدة اللي موجودة في البلد وكلامه نافذ على العيال من ابتدائي لثانوي. فتح ده له ترتيبة هتكلم بعدين معك فيها يا حاج يوسف. اللي تشوفه يا همام. طب استأذن انا. ما تخليك معانا شوية يا دكتور. ربنا يجعله عامر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا صلاة النبي عليه، يا صلاة النبي عليه، يا صلاة النبي عليه، يا صلاة النبي عليه، احمرت ومبروك عليه، احمرت ومبروك عليه، يا صلاة النبي عليه، يا صلاة النبي عليه، احمرت ومبروك عليه، احمرت ومبروك عليه. استاذن انا كمان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. برضه صباح كده مشكلتها ما اتحلتش، لازم صباح يبقى لها دار لحالها. دار لحالها؟ لغوتك بقت زي اهل البلد يا حسنين. ما هو من اهل البلد يا همام، زي وزيك، ولا كمنه كتب عليه يعيش براها. يا دكتورنا دكتور رؤوف. ايوه يا استاذ بهلول. كنت عايز اجي ازور حضرتك في البيت. ليه؟ خير؟ خير ان شاء الله. كنت عايز اتكلم مع حضرتك بخصوص الانسه امينه. صحيح، والله الواحد دماغه يا استاذ بهلول ما هي معاه خالص. اللي بيحصل اليومين دول في البلد يطير العقل. عندك حق يا بهلول يا ابني. طيب تحب اخد ميعاد من حضرتك دلوقتي واجيب والدتي واجي، ولا اجي لوحدي انا الاول؟ يعني زي ما حضرتك تحب. ما تسيبني شويه حتى، بس الواحد دماغه تفوق من اللي بيحصل حواليه. لو على اللي بيحصل يا دكتورنا ماشي، لكن انا خايف يكون في حاجه تانية كده وحضرتك مستحق. حاجه تانية ايه؟ يعني تكون الأنسة أمينة رفضاني ولا حاجة وحضرتك محرج تقولي. لا يا ابني اطمن، مفيش حاجة تانية. طب الحمد لله. وحتى كمان الست أم أمينة راضية عنك. يبقى الحمد لله، ربنا يخليك ليا يا عمي، ربنا يخليك. العفو. متشكرين. العفو. استأذنك يا عم محمود أسلم على الجدة. أهو ماله يا همام؟ هو أنت غريب؟ اتفضل. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جدة، عاملة إيه؟ إن شاء الله تسلم من كل راضية يا ابني. صحتك عاملة إيه؟ بخير الحمد لله. يا رب دايماً. إزيك يا خالة منورة؟ إزيك يا همام؟ الله يكرمك الحمد لله. صباح، من بكرة هيبقى لك بيت لحالك، له ورق باسمك. إلهي ربنا يخليك ويسترك ويطعمك ما يحرمك يا سي همام يا رب. ربنا يخليك. آمين. امال فين نوارة؟ نوارة جوه في اوضتي، اما اروح عندها لكم. الله يخليك يا حاجة. اهلا بيك يا همام. امال نوارة عاملة ايه دلوقتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بعد ما عرفت اللي انت عملته النهاردة مع اهل البلد اتحسنت. انا ما عملتش حاجة الحمد لله. ازيك يا همام؟ الحمد لله. انت رديت الروح في البلد بحالها ورجعت لها كرامتها. أنا ملياش بركة إلا أنتوا. أنا بنيت لك دارك في أرضي قدام قهوتك باسمك، تقدري تقعدي فيها من بكرة. إلهي ربنا يخليك يا سي همام يا رب، ويرزقك ببنت الحلال اللي تريح قلبك وبالك. فعلا أنت إنسان محترم يا همام، ويوم عن يوم بتعلى في نظري. لو عايزة تباتي الليلة دي هنا باتي، لو عايزة تروحي معي القلعة معززة مكرمة برضو أهلا وسهلا. وعايزه تباتي في القهوه اللي انت عايزاه انا اعمله لك. لا بلاش القهوه، صباح هتبات معانا الليله دي وهتطلع من هنا على بيتها الجديد. خلاص
أبلة نوارة فصلتها. بالإذن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. دعوة. الحق الشيخ محمد والأستاذ فتحي. إيه مالهم؟ جالهم مصيبة وماتوا؟ لا لسه. مش ده ودقن اللي بيعلن عن الموت؟ تعالي شوفي. أشوف إيه؟ قولوا وخلاص. والله ما يتحكي، خدي بس. طب انا هتعامل مع الاستاذ فتحي ده ازاي بعد كده في المدرسه؟ ده انا كل ما اشوفه وافتكر المنظر هقعد اضحك. يو على اللزقه ده كمان. اهو خلاص مشي احسن. ده بابا جاي لوحده، اما اروح افتح له. لسه ما نمتيش يا صباح؟ مش عارفه انام. نامت العيون وتلاقت الاخله وما يطرف جفن الوجه الكريم. ونعمه بالله شايف ومطلع وما ينضمش ابدا اللي يتعلق في سماه. تحب احكي لك حكايه عشان تعرفي تنامي؟ احكي لك ايه؟ احكي لك ايه؟ احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجمال. لا والنبي بلاش دي. ليه؟ دي حكايه حلوه. ولا انا ست الحسن والجمال ولا عاد في شاطر حسن ولا حتى الشاطر جلال. جلال؟ جلال مين؟ ابن الشيخ يوسف؟ كان عايزني وعد استنى لما يخلص جيش ويجي. شوفوا ولاد الملاعين ويتهموكي في اخوه، اما صحيح فجر. معلش يا بنتي ما تزعليش. هو بعد الفضايح اللي حصلت دي ينفع حاجه؟ ولا هو هيوافق بيا ولا اهله؟ مش بايده، ده كله مكتوب، واللي له نصيب في حاجه بيشوفها. انا شفت كتير قوي وتعبت قوي والله. احمدي ربك واشكريه. انتي اتظلمتي الصبح، حقك رجع لك تالت ومتلت قبل الليل. الحمد لله. انا هحكي لك برضه حكايه الشاطر حسن وست الحسن. انتي بقى ست الحسن والشاطر حسن شوفيه زي ما انتي عايزه. ولا اقول لك؟ انا هحكي لك حكايه تانيه. حكايه من بلدنا. حكايه بجد. عشان تعرفي الخوف والعذاب اللي احنا شفناه زمان من جبروت حسنين همام. عارفه يوم جواز عمك محمود وخالتك زينب؟ ماتت ام همام وحسنين. ساعتها حسنين همام كان جبروت وفضل جبروت لحد ما اتقتل. يومها حكم على البلد، لا فرح ولا طهور ولا نعيد لتمام الحول. وأكلوا فرحهم سنة؟ لا، سافروا على البندر، راحوا شقة محمود ابني واتجوزوا هناك. شفتي بقى يا صباح؟ شفتي جبروت حسنين همام؟ شفتي كان عامل ايه في البلد؟ كانت عايشة كلها على مزاج واحد بس، لما يحزن يحزن البلد كلها، ولما يفرح يفرح هو لوحده. شفتي يا صباح؟ شفتي؟ قومي يا بنتي نامي. حاضر.
سنية، مالك؟ بقى بنع على الخراب يا جد. اوعك يا كده، طول عمره مسخناتي بيحب يوقع الدنيا في بعضها. قلت ولا ما قلتش؟ قلت وقت ضيقه وراحت لحالها. لا ما راحتش لحالها يا جاد. بص يا جاد يا اخويا، اصل انت من ساعه ما بقيت اكتاع وانت ما عادلكش لازمه اتكسرت يا جاد. زي ما انت اتكسرت زمان يا عمشي. انا ما بتكسرش وحقي باخده حتى لو اخر العمر. واخدت حقك ولا دايره تغلي في البلد؟ باخده واحده واحده وحوريك يا بنت الكلب. اتجاه على اهلي. هو انا اللي عملتك اللي عملني خلصت منه، واديني بعرفك اهو في اخر لحظه في عمرك، وهخلص كمان عند كلب اتشدد لي ان حرق قلبي. حرق قلب سنين طويله وسري كمان هيتدفن معاه. موت موت يجتع بقر العنسة. موت 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 موت. عم جاد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عم جد وخلص ثانية، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. حمام حمام حمام. حمام حمام الحق يا حمام، عم جد وخالة ثانية اتقتلوا. الحر تبكي عليه الدنيا بدموعها، بتكرموا بالدموع في آخر الرحلة، والندل أفعل ما بيونسها غير جوعها. حلو أحلى عشت وديك ماشيها في الوحلة، فاتح بيبانه الموت بيتلقات، ويونسك بالوحشة والعتمة. يا دي بلاقيم يا اللي الشيطان رفضت للرفض بسهول العباد حكمة. بالو الموت بيتلقاك، ويونسك بالوحشة والعتمة. شوف يا ياسين، أنا مش هسألك أنت كنت مع صباح بتعملوا إيه عند سور المدرسة. لا اسأل يابا أنا هجاوبك. وعلى إيه؟ من غير ما تسأل أنا هجاوبك.
انا رحت انا وهي عشان اجيب المسدس اللي انا خفيته عند سور المدرسه. ده اللي انا هساله لك وده اللي يهمني يا ياسين. انت فتحت الامانه وخدت المسدس وسرقته ليه؟ ابو ياسين عشان شفتك انت وكبارات البلد العاقلين فتحتوها قبل مني يوم المذبحه، وبالاماره الشيخ محمد مسك المسدس بايديه. شنو يا ولد؟ بتكلم مين بالطريقه دي؟ ده صوت سرينا، استر يا رب. يا ترى مين جرى له ايه؟ هات العواب سليمه يا رب. ما بقاش فيك ليل يمر في امان يا بلد. سواد الليل بيجي معه سواد الحال. يا حبيبتي يا خالة، يا خالة يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. خليك انت عليكي، انا زي معكم. خلاص خلاص اكتمي صوتك ما يطلعش. يا حسنين ما تسيبهمش، خليك معهم. حاضر يا همام يا اخويا حاضر. لا اله الا الله، استرها يا رب استرها يا رب. كده برضو يا ياسين دي طريقه اتكلم بيها ابوك؟ فيه يما علمسه، مش شايفاه بيضربني على وشي كاني عيل صغير؟ وانت تفتح البقجه وتاخد منها حاجه ليه؟ هي دي الأمانة؟ يا سلام، ما انت فتحتيها وخدت منها الريح. ايه ودي البجاحة دي؟ انت جبت البجاحة دي منين؟ إيه؟ فينك يا جلال تيجي تشوف اخوك؟ وهيعمل لي ايه جلال ده كمان؟ طب قوم قوم يا حبيبي، حب كده على راس ابوك وراضي. حاضر يلا شوية كده شوية كده. ويلي شوية كده، قوم يا واد فز قامت قيامتك. قوم يا ولا قوم. طيب طيب يلا حاضر حاضر. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، جيبي العوائب سليمة يا رب. ما تاخدش على خاطرك مني يوم، أنا بس عرفت إن المسدس ده يخص البت صباح، وعرفت إن ظهوره دلوقتي ممكن يسبب لها أذية، فقلت اخفيه لحد ما حكايه علي دي تخلص. هو ايه اللي حصل؟ الاسعاف كانت جايه لمين؟ ما قلتليش ليه؟ خفت منك يابا. انا قلت يعني فين المسدس؟ مخفي تحت سور المدرسه، ما لحقتش اطلعه. طب روح دلوقتي. حاضر يابا. اوعى تروح تجيبه مرة تانية من غير ما تقول لي. حاضر حاضر يابا. جدة صحيت على صوت الإسعاف زي ما انت صحيتي. هو جاي لمين؟ ماشيين في طريق القلعة، تلاقي رجالة حسنين قاموا على بعض. يعني ايه قاموا على بعض؟ هو مش همام كان بيقول انه مشاهم وتخلص منهم ومشي من القلعة؟ اكيد ما تخلصت منهم كلهم، يعني له رجالته اللي يخصوه. ربنا يستر، همام ده باين عليه طيب قوي ومحترم.
صباح عاملة ايه دلوقتي؟ نايمة في سابع نومة وبتشخر، كأنها لقت لأول مرة الحضن والحنان والدفى، بتعوض نوم السنين. يعني نفسيتها بقت أحسن دلوقتي؟ غلبانة، حصل لها مش شوية بس هتعديها، هي مفطومة على الشقف، ربنا يصبرها على ما بلاها. الشقة شيء والظلم وامتهان الكرامة ده شيء تاني. عندك حق يا ضنايا، وجع البدن أرحم كتير من وجع الكلام، والغلبانة دي موجوعة من كل النواحي، ربنا يصبرها على ما بلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا. مين فيكم اللي اكتشف الجريمة؟ أيوة يا فندم. أنا اتفضل حضرتك معانا عند الضابط. حاضر، أستأذنك بس وريني الطريق. سترك يا رب، ربنا يتم شفاها على خير يا رب، ربنا يشفيها لك يا اخويا، ربنا يشفيها لك يا عم عكاش يا رب، استرها يا رب واشفيها يا رب، استرها يا رب واشفيها يا رب. يا دكتور لو سمحت، خير يا دكتور؟ ما اخبيش عليك، الحاله صعبه قوي والاحتمالات ضعيفه، احنا عملنا اللي قدرنا عليه. لا اله الا الله. طب وبالنسبه للحاله الثانيه؟ انت والله ربنا مات. مش ملاحظين ان الجامع فاضي النهارده؟ الشيخ محمد والاستاذ فتحي ما جوش. وهم ليهم عين يجوا بعد اللي عملوه وبعد اللي اتعمل فيهم؟ ده مش شايف شوقي ابن الشيخ محمد جه على اقامه الصلاه، واول ما انتهينا خد في وشه من غير سلام ولا كلام. شوقي ده غير ابوه وغير كل الشباب، طاهر ونقي ومؤدب، ربنا يحفظه. والشيخ حسن ايه؟ مش متعود يفوت صلاة في الجامع. لا يكون الإسعاف ده حاجة تخصه ولا تخص والده لا سمح الله. طب أنا هقوم أطمن عليه. لا نروح كلنا، يلا سوا بركة الجماعة، ربنا يجيب العوائب سليمة. يا ساتر يا رب، مين اللي بيرزع كده على الصبح؟ ما تصبر يا اللي بتخبط. صباح الخير يا صباح. صباح الخير يا خير. صباح الخير يا جد. بتصلي؟ بص كده بصي ومكلم. عصفور؟ صباح عندكم بنتي، بنتي انا، بنتي انا عندكم هنا؟ ما انت عارف انها بقيت هنا من امبارح، هتروح فين يعني؟ عايز ايه؟ انت ما عرفتيش اللي حصل بالليل؟ مش لاقوا جاز والبنت الصينية مطعو كاسة، جبة الواد جابر لاقوهم مقتولين في بيت جاز. ايه ده؟ مقتولين؟ يخرب بيتك يا شيخ على بيت الاخبار اللي بتجيبها على الصبح. يعني الاسعاف اللي كانت بتزعق بالليل دي كانت جايه لجاد وصينية؟ هي البلد دي موعودة؟ يا عيني، ده لسه ما بعاتي كانت مش هيعلي من يومين كانت عايزه تجوزني من ابنها. بيقولوا ان جد ده اختفى وبعد كده ظهر تاني من غير ايد ولا رجل. ايه ده؟ ايه ده؟ يلا نجرب قدامي. يلا امشي قدامي، ده انت اللي قطع لك لسانك ده مش من شويه. امشي. استني يا صباح، انت رايحه فين؟ همشي يا خلق قبل ما يعكها اكتر من كده اللي ما يتسمى ده. طب اقعدي تفاولي الاول. ومين بس له نفسي يا جد انه يفطر؟ سديت نفس القبله نوره دي لسه قايمه من عيا الهي ما توعى. خلاص يا صباح انا مش هفطر غير لما تفطري معايا. طب اتفضل نجر قدامي على القهوه وجاي وراك. انا ماليش لقمه يا ايه. اقعد بره يا عصفور على المصطبه وانا هبعت لك فطار. انا بقيت وتصفت البلد كلها. الف صوت الف صوت. هو ده اللي انت جاي عشان ده طفل. انا رايح اعمل لكم البيتزا. ثانيه يا خاله انا هاجي معاك اساعدك، انا ما اتعودتش اقعد الاكل دي. تعالي معايا.
فكرتني بأمها شهية الله يرحمها، كانت نفس الكسم ونفس الرسم. الخي النطق هي هي. بس الحمد لله صباح بقت أحسن كتير. أنا كنت خايفة اللي حصل لها دوت يأثر على نفسيتها. ربنا بيدي كل واحد بلاه على قد احتماله، وصباح حمالة ربنا يعينها. سمعنا ان الاسعاف كانت نواحيكوا بالليل خير. انا زيكم معرفش حاجه. اتفضل اتفضل. الشيخ حسنين امال ما جاش صلاه الفجر يعني، فاحنا افتقدناه وجينا نشقر. وما صلاش الفجر معكم في الجامع؟ لا. طب انا هطلع اشوف اللي اكون راحت عليه النوم. ده بيقول لك ما يعرفش حاجه عن الاسعاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حزنين يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ همام قوم يا همام، انهض يا همام انهض. في ايه؟ الشيخ حسنين ما صلاش الفجر في الجامع. صلي والله ما يصليش، هنعمل له ايه يعني؟ وبعدين انا هلاقيها منك ولا من ابنك؟ قوم شوف اخوك فين، يكون حد من اللي متقصدينك خطف ولا عمل فيه حاجة، ده ما باتش في فرشته. قوم شوف اخوك فين. على فكره في قتيلين في دار جاد. نهار اسود، قتيلين وابني فين؟ هتلاقيه هناك، روح دور عليه وسيبني انام. نام يا اخويا نام، ولا كانه اخوك. قتيلين نهار اسود نهار اسود. حاجه خطيره، ارتجاج في المخ دي يا دكتور رؤوف. درجات يا حاج يوسف، الارتجاج في المخ ده له درجات في الخطوره. واضح ان درجة الارتجاج ده ايه خطيرة قوي، لانه في غيبوبة ومش معروف هيفوق منها امتى. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يلطف بيه وبيها هي كمان. وانا اللي كنت رايح ازوره لما عرفت الحادثة اللي حصلت له وفقد فيها ايده ورجله. يا ساتر يا رب. حادثة ايه دي؟ كنت فين يا حسنين؟ كنت فين يا ابني؟ قلقتني عليك. ايه حكاية القتلة اللي في دار جاد دي؟ اهدى يابا اهدى، مفيش حاجة الحمد لله. هو مين يا ابني اللي اتقتل؟ عم جاد وخلسانية، دخلت عليهم المضيافة لقيتهم سايحين في دمهم، بس الحمد لله ما حدش مات. مين اللي عمل فيهم كده؟ والله يابا ما اعرف، الله اعلم. في حكومة خدت خبر؟ اه خدوا خبر وجم وسألوني، وقلت لهم على اللي انا قلته لكم ده، ويسألوني مين اللي عمل كده. قلت لهم ما اعرفش. ألف سلام عليك يا ابني يا حبيبي، ربنا يحرسك. حاجة غريبة بجد لما كل يوم نصحى على نصيبة بالشكل ده. وعكاشة عرف؟ اه، وكان معايا هو وجابر ومجابر، وجينا كلنا وسيبنا جابر هناك في المستشفى. كلك واجب يا حزنين يا ابني، من ساعة ما جيت البلد وانت يا بتغسل يا بتكفن يا بتدفن. ربنا يحفظ الجميع يا عم الحاج يوسف. بس هو الغريبة ان كل يوم واحد يتقتل في داره. والله يتخطف. هو مش نوارة بنت محمود أفندي، هي وتفيدة هانم لسه مخطوفين من قصر شاكر. معاك حق يا دكتور، لكن هي البلد طول عمرها على الحال ده. لا، هي كانت أهدى أيام جدك حسنين همام، أهو على الأقل كان في شوية أمان. أمان إيه يا حاج يوسف؟ ما أنا أبويا اتقتل وساعتها الرئيس حسنين همام كان موجود. دي كانت حالة استثنائية يا محمود أفندي، مش زي دلوقتي كل يوم والتاني واحد يتقتل. اه هو على الاقل كنا بنعرف اللي اتقتل اتقتل ليه، دلوقتي ما نعرفش اللي اتقتل اتقتل ليه ولا مين اللي قتله. فوضى فوضى في كل حته، فوضى. تقصد اني مش قادر عليها يا حاج يوسف؟ لا سمح الله يا همام يا ابني، احنا كنا بنتكلم بس يعني في اللي حصل. ما هو يا همام يا اخويا، لو ما كانش الموضوع كده زي الاول يبقى في حاجة غلط ولازم تتعدل. متاش عرفك اللي كان بيحصل في البلد؟ يا دوبك جيت من كام يوم. أخوك بيستفسر زي بقية الخلق يا همام، بالراحة عليه. جرى إيه يابا؟ مفيش حاجة، همام ما قالش حاجة تزعل. أنتوا ما عندكوش خبر إن جدي هو كمان مات مقتول؟ ما قلتلهمش يا دكتور رؤوف ولا إيه؟ أنا مش مهم، أنا عارف إن هم عارفين،
وان اهل البلد كلهم عارفين الحكايه دي. بس مش انا. مش مهم عرفوا ازاي، هما كده كده كانوا يعرفوا. يعني فعلا جدي مات مقتول؟ يعني فعلا كان القتل على ايام. يا همام يا ابني، احنا كلنا مقدرين تعبك مع اهل البلد، وكل يوم محبه الناس بتزيد، وكل يوم ثقه الناس بتزيد فيك، بس احنا محتاجين شويه امان، هو ده اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. انا بحاول اوجده حبه حبه، بوجده الامان يوم عن يوم بيزيد، على الاقل من ناحيتي والناحيه رجاله جد اللي انا طردتهم وشردتهم عشان البلد وخاطر اهل البلد. انت معاك كل الحق يا همام، انا ما شفت زيك في اللي انت بتعمله، واهل البلد كلهم مقدرين كل مجهوداتك. انت اتفرض عليك مهمه صعبه وانت لحد دلوقتي قدها وقدود. يا همام يا ابني، انت عملت اللي ما حدش قدر يعمله، انت حولت الخوف من جدك لمحبه ليك، ودي حاجه مش بالسهل ابدا. ربنا يعينك ويقدرك يا ولدي. تقصدي الشاب اللي قاعد بره؟ ابني ابني بعد يهدي. حاضر. بسرعة. حاضر حاضر. يا أستاذ، يا حضرة، يا أستاذ فوق. إيه؟ المريضة اللي جوه فاقت وبتسأل على واحد اسمه جابر، أنت جابر؟ أيوه أيوه أنا جابر. طب يلا. أنا جابر. خش لها بسرعة. فرج الله. يا ما أنت كريم يا رب. جدا. ألف سلام عليك يا جد. مش وقت سلام، أنا فايدة. ألف بعد الشر عليك يا جد. اسمعني كويس، قلبي حاسس إن خلاص السهم نفد، أنا فايدة الدنيا ورحلة يا جابر. في حد في الأوضة غيرك؟ أيوة، الممرضة. لا تمشي. طب انا هستأذن، انا هروح الف على بقيه المرضى، لو حصل اي حاجه انده عليا على طول، هجيلك بسرعه. ماشي. حاضر. تشكر يا زو. ماشي. ايوه. السر اللي هقوله لك والامانه اللي هحملها لك كبار، بس انا ما اقدرش استأمن حد غيرك في الدنيا دي كلها عليهم. عارف ليه؟ ليه يا جد؟ عشان انت ابني الوحيد، ابن عبد العاطي، وعبد العاطي ابن عكاشة، وابن حسنين همام، ابن كتبه سويلم. ازاي ده يعني؟ انا ابوي ابن مشاعر؟ انا ما اعرفش مين ابوه، بس مش هو ده المهم. يعني جد هكاشة ده مش جد؟ يمكن ويمكن لا، يمكن حسنين، يمكن يكون جد. ازاي ده يعني؟ ازاي دي؟ قصة طويلة هحكيها لك يا جابر.
عشان بعد ما احكيها لك هحملك الأمانة. إذا وسوس الوسواس يصدقوا ويكذبوا الإحساس، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح، يا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. في ناس تقول عالمر زايد سكره، وناس تقول عن عمرها ضاع اكتره، واني رغم العمر لسه بتبتدي، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا، لا يوسوسك وسواس إلا عمايل الناس، واللي بيحميك تقاوة الإحساس، ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. الجرح ماسك من البدن للروح.